صحابي، انا اسمي تمارا. وانا اسمي لارا. النهارده هنعمل فروت ستيكس. احنا عارفين احنا عملنا شويه، فدلوقتي هنعمل ثلاثه كمان. احنا عندنا اناناس، تفاح، كيوي، ستروبري، وموز. اول حاجه هنبتدي بيها الكيوي. احسن انا ابتديت بالموز. بعد الفراولة أناناس، ناخد تفاح بعد الكيوي، وأنا هاخد تفاح بعد الأناناس. دلوقتي هاخد أناناس تاني عشان بحبه أوي 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 أوي. ده مش عشان الحب يا لارا. وأخدت آخر فراولة. دلوقتي هنعمل الزبادي. عندنا ليمون، عسل، وبس كده. الاول هنحط ليمون. انا هحط العسل. لا هي التقليب. طبق ده صغير قوي. دلوقتي هندلق الصوص على الفروت. انا وين؟ لا انا. انت حطيتي الزبادي. انا بقى وكده يا صحابي. ازاي نعمل فروت ستيكس؟ باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.